الكليات العسكرية هي قلعة الانضباط الذاتي يعلو جبينها ليطال عنان السماء، وهي تستعيد من ذاكرتها تاريخها المشرف عبر سنوات تليها سنوات، وهي تمد الوطن العزيز بصفوة شبابه الذين يحملون مسؤولية حماية أمة استقت من ماضيها التليد جبيناً مرسوماً عليه علامات الفخر والعزة. ستقوم القوات المسلحة باستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة، بقوة غاشمة. العسكرية المصرية، مصنع الرجال، عرين الأبطال. أعد لكم رجالا أشداء أقوياء آمنوا بربهم ووطنهم. طراز الوطن من العسكرية القوية المرتبطة نتميز بالأقدام والسيطرة على النفس. القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو من القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام. هؤلاء هم أبناء مصر يؤدون واجبهم نحو وطنهم بكل شرف وأمانة. مصر قبل كل شيء فوق الجميع. عايزين ناخد بايدين العلم والمعرفة الطبية من خلال الكلية ديت. بالتخرج من الكليات العسكرية ينال كل خريج مكانه ومكانته بكل فخر واعتزاز ليصبح بطلاً من أبطال القوات المسلحة المصرية. أنتوا بتقوموا بمهمة عظيمة جداً لمصر، هو تفتكروا أنها فقط للحفاظ على الأرض. القوات المسلحة المصرية حافظة العرض خير أجناد الأرض. المعركة دي عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. أشرف أبطال ورجال وعظام إن شاء الله. ناخد النار في قلوبنا وفي صدورنا احنا، ولا ينكوي بيها مصري واحد. انتم وانا معاكم.
حسب الملة اللي حيقرب لها، وأنا مسؤول قدام ربنا لأشيله من فوق وش الأرض. تنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. الجيش المصري جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد. إذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة.